بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننهي اليوم الكلام في الشعبة المهمة من شعب الإيمان، الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل. ووصلنا إلى ما في ذلك من آيات وأحاديث، وتكرارها يفيد. قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سبحان الله، هذان هما الجناحان. الإمام النووي في رياض الصالحين ذكر باب الخوف وذكر باب الرجاء، ثم ذكر الجمع بين الخوف والرجاء. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيشتعل القلب، بل يمتلئ القلب خوفا من الله تعالى. لا إسراف في ذلك حتى يصل إلى عتبة اليأس أو القنوط. فلا، نحن منخاف، نعظم مقام الله في نفوسنا، ونخاف مكره ونخافه هو جل وعلا، لكن دون أن نصل إلى اليأس، إلى القنوط. طيب، ونتنعم بحسن الظن بالله تعالى، ونرجو رحمته، ونطمع في جنته، ونطمع في كرمه، ونطمع في عفوه، حتى نصل إلى عتبة أي شيء؟ الأمن من خوف من الله، من مكر الله. فلا نصل، فلا نقبل، لا، يعني ما بنوصل لها المرحلة، منضل نرجو ونخاف، نخاف ونرجو، لكن دون أن نصل إلى الأمن من مكر الله أو القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. سبحان الله، نفس الكلام، هذه الآيات واضحة، واضحة الدلالة. يعني أنت بمناجاتك لله سبحانه وتعالى، وبعلاقتك الذاتية الخاصة القوية مع الله سبحانه وتعالى، لما بتناجيه ماذا تقول له؟ بنفس الوقت وأنت تناجي هذا الإله الذي قال عن ذاته: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وادعوه خوفا وطمعا، عم تقول له: يا رب، أنت القهار، أنت الجبار، وأنت الكبير، وأنت الجليل، وأنا عبدك الضعيف، جئتك بخوفي، جئتك بتعظيمك، جئتك بتمجيدك، جئتك بتقديسك. شايف؟ وبعد ذلك بنفس المناجاة، بنفس الدعاء، بنفس الذكر، تقول: لكن أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، جئناك نرجو عطاءك، جئناك نرجو عفوك، جئناك نطمع في كرمك، وأنت أكرم الأكرمين. إذا يعني لم نطمع فيك فمن يطمع فيه؟ إذا لم نرجو عطاءك فمن يرجى؟ إذن شايف، وادعوه خوفا وطمعا. هو عم يعلمنا كيف ندعي، أحوال الداعي والمناجي والذاكر والسائل لله سبحانه وتعالى، فيكون يتقلب بين الخوف والرجاء. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والدرس عن الرجاء لله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مين هدول الذين أسرفوا على أنفسهم؟ أنا
انت كلياتنا اسرفنا على انفسنا لاننا لم نقم بحق العبوديه لله تعالى، ولاننا وقعنا فعلا في الذنوب والمعاصي، كل بما وقع فيه من معاصي الجوارح ومن معاصي القلوب. فمفروض التوبة النصوح والتوبة الصادقة والمراجعة القلبية توصل الإنسان أنه لأيمتى هذا اللؤم، لأيمتى هذا الغدر، لأيمتى هذه الخيانة، تعد وتخون، تعد وتنكث، تتوب وتعود إلى الذنوب. لأيمتى بده يقبلك؟ لأيمتى بده يسامحك؟ لأيمتى عم تجترئ على عظمته؟ عم تتجاوز حدوده؟ عم تتعدى على حرماته؟ وهو عم تاكل من رزقه وعايش في أرضه وتحت سلطانه وعم يأتيك مدده ورحمته وعنايته في كل ساعة وفي كل يوم وفي كل لحظة، فأنت عم تحاكي حالك والله والله أنا ما أكون محله، ما بخلص منه لهالعبد المجرم الظالم الفاسق الكذا. فأنت حتوصل لذلك، بيجيك الرحمة الإلهية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا ما بده جميعا، إن الله يغفر الذنوب بتكفي، مشان ما حدا يبقى بقلبه شك. لا تخاف، مهما عظم ذنبك ومهما عظم جرمك أقبل توب. مو لا مو ما تخاف وترخي بدن، مو ما تخاف وتضع الذنوب على الذنوب وترتجي درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. الله الله، وفي ميزان بمثاقيل الذر، وهي حقائق عقيدتنا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شايفين يا أخواننا؟ لكن هو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب بالتوبة النصوح، إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله ما له فكه، لأنه إنكار لأصل الإيمان، في صار إله وإله آخر، فهذا بالتحقيق إذا كان في إله وإله آخر هذا ليس بإله، لأنه في مساحة في مكان لا سلطان له به، لا أثر له به. افتراض هذه الدعوة وجود آلهة متعددة، فهذا يعني يلزم منه القول بأنهم ليسوا بآلهة، لو كانوا آلهة لكانت سلطتهم مطلقة وقدرتهم مطلقة، وبالتالي المشرك الذي يشرك بالله تعالى غيره لم يعد يعني محلاً للتكليف والخطاب، هو عنده مشكلة في أصل الإيمان. لما بتآمن بالله الواحد الأحد لا إله إلا هو، نحكي بعد ذلك عن الذنوب والطاعة والمعاصي والتوبة والمغفرة وغير ذلك. الحمد لله على نعمة الإيمان، اللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك، ونسأل الله أن يهدي الناس جميعا، كل من يعبد مع الله إلها آخر، اللهم أتي بهم واهدي بهم إلى دينك دين التوحيد، وثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك. وفي الصحيحين فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم،
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الكلام يا أخواننا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المؤمن الذي يمتلئ قلبه خوفا من الله بيعرف حاله شو أذنب وشو عصى، وبيعرف عظمة الله وقدرة الله ويخاف مكر الله، فبيقول لك أخي. لذلك ورد عن عمر أو غيره رحمهم رضي الله عنهم، لو قيل الناس جميعا يدخلون للجنة إلا واحدا لقلت أنا. ليه؟ لأني هو كل واحد من أهل الإيمان، لأنه يستعظم ذنبه ويعرف ما خان وما غدر وما أجرم وما اقترف، فبيعرف حاله أنه أنا مو أهل، أنا ما بستحق. أي نعم، هذا هو المعنى. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. المؤمن، لذلك أمنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تقول في تفسير قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، تقولون أنهم يكذبون ويسرقون ويخونون، والصحيح أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون. هذا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني هم يقومون بالطاعات والقربات وهم خائفون. والحقيقة أن الإنسان كلما ترقى في الإيمان وفي المعرفة الإلهية كلما ازداد خوفا من الله. الولد هو اللي بيكون بيبسط القضايا، كل ما بيتعلم الإنسان إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله، بيصير بيطلع على كل ذنوبه. معقول أنا قاعد مثل الدابة عم باكل أشرب ونام، ما وين أهل الليل، وين أهل التهجد، وين أهل بتهجد لك؟ هذا تهجد؟ هدول ركعتين اللي فرحان فيهم هدول ما لك خجلان من ربك؟ بعدين كلهم عم تتاوب وعم تتقلب بين رجليك من على اليمين على اليسار، بعدين بتلاقي حالك وفكر حالك فاتح فلسطين، منفوخ بهالعبادة، منفوخ بهالقيام، منفوخ بكذا، ما بيعجبه من حاله شيء، ما بيعجبه من عمله شيء، بيضل لوام لنفسه، عم يضل شو هاد، شو هالحياة هيك، وين أنا، وين فلان، وين ساداتنا العلماء، وين ساداتنا الأولياء، وين ساداتنا العابدين؟ ما بتستحي من ربك تفد عليه بهالتنبلة، بهالكسل، بهالبضاعة. وبالمقابل لما بيعمل ذنب، يا لطيف، ذنبي أعظم من السماء، ذنبي أعظم من الأرض، ذنبي أعظم منهما معا. ليه؟ لأنه يرى عظمة الله ويرى نعم الله ويرى جرمه ويرى لؤمه ويرى ما كان منه. إذن شايفين، هذا المعنى اللي بده يعني يحاسب الإنسان نفسه فيه. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كان بعض العرب من موالي النبي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ويدافع عن المدينة وهو غير مسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبيل الالتحام الصفوف، قال له يعني أريد أن أسلم، فأسلم ثم جاهد واستشهد. شوفوا يا أخواننا العطاء الإلهي، الرحمة الإلهية، الفضل الإلهي.
فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. صحابي وشهيد ولم يصلي يوما ولم يركع ركعة. شايفين لما بيجي العطاء لا تسأل عن الكرم الإلهي، لا تسأل عن الحساب الإلهي، والله ذو الفضل العظيم. هذا بأنه حساب حساب الفضل. لذلك فوت عليه من هذا الباب. شايف اللي بده يفوت من باب عمله وشطارته وذكاؤه وسهره وهمته، ما في شيء، ما في شيء يقوم بحقه سبحانه وتعالى، ما في شيء يليق بعظمته سبحانه وتعالى. لكن إذا نظر لك نظرة ونفحك نفحة وتجلى عليك تجلي واطلع عليك اطلاعا يسعدك به في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بكرمك الذي لا يقوم له شيء، بنور وجهك الذي أضاء كل شيء، نسألك بضعفنا بفقرنا بعبوديتنا إلا تفضلت علينا جميعا الساعة بنفحة من نفحاتك ونظرة من نظراتك تسعدنا بها في الدنيا والآخرة، تكتبنا بها جميعا وأهلينا وأولادنا وإخواننا وآباءنا عندك من الصالحين من المقبولين من المرضيين، فضلا منك وكرما يا رب العرش العظيم.